السلام عليكم شباب معكم ديسنجر اول جديد في هذا الفيديو راح اتكلم معكم عن اشياء كثيره واهمها شنو وضعي انا في الحياه شنو سالفتي؟ اي شنو سالفتي؟ راح اتكلم عنه في هذا الفيديو ان شاء الله شباب اليوم واعطيكم شنو اللي صاير معي فتره اللي راحت وليش قطعت. يعني فتره ج... نزلت فيديو انا قبل ذاك الفيديو اللي نزلته كانت عندي اخر ايامي في امريكا وكنت شوي مشغول ما يمديني اسجل فيديوهات شو تعرف لازم واحد بيطلع من المنطقة عايش فيه فترة طويلة لازم يخلص اشغاله ويطلع لتابع الجامعة وخلص من يسار اشغالي خلصنا منها ورجعنا السعودية الحمد لله وافتكينا من امريكا ورجعنا وحصلنا مشاكل جديدة طبعا كمان ما في انترنت في البيت حاولت اركب انترنت صارت مشاكل مع الاس او سي رحنا لموبايلي رحنا لزين ما حد عطانا وجه فرجعنا للاس تي وجلست احاول معاهم يمين سالتين ما ركبت انترنت بطلعة الروح طلعت الروح ركبت انترنت طبعا كانت كل المشاكل اليومية لمدة اسبوعين وشوي تقريبا بس صار لي يومين العب بدون اي مشاكل يعني من قبل ما يمديني حتى افتح صفحة الـ اشوف الفرنس ما يمديني اشوف ابي اشوف اصحابي شابكين ما اقدر كان من جد انترنت سيء 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 فهاليومين جلست العب شوي زي ما يقولون جرايند عوضت شوي في ديستني ديستني حبيبي ذا Division حصلت لي كذا كذا هاي اند كأس لحقوي طلعت الفيكتور وطلعت لي سنايبر بعد معاه والله امس واخر اي امس كنت العب مع شيكو وصياد شرسي يعني ما شاء الله الوضع كان ممتاز يعني شوفوا معاكم في فيديو الحين صياد شرسي وشيكو كنا نلعب لعب جامد الصراحه روج اول داي لونج يا حبيبي ف اللي حاب اقول لكم اياه هذه الفتره ان شاء الله راح نرجع ننزل فيديوهات ديستني وكول اوف ديوتي ما اتوقع لازم ما ينزل الابديت وذا ديفجن بس بالضبط شنو انزل ما ادري محتار شويه يبيلي اعدل افكاري حق انزلكم فيديوهات تسوى يعني ما ابي انزل لك شيء ابو كلب عارفين كيف ف ديستني اتوقع فيها اشياء كثير راح تنزل الفتره الجايه خاصه مع الابديت باقي تقريبا 12 يوم حاجه كذا حاجه مو متاكد من حسبتي صح بس تقريبا ففي اخبار كثيره اللايف ستريم اللي راح راح اتكلم عنه واعطيكم راي بالتفصيل الفيديو الجاي وراح اعطيكم شنو اللي احس فيه شنو اللي ما احس فيه شنو سيء شنو جيد ونشوف الاشياء فتقريبا هذاك الشيء عندي في هذا الفيديو شباب اذا عندكم اي سؤال استفسار اي اقتراحات حق الفيديوهات الجايه اكتب لي اياها في الكومنت تحت وان شاء الله نشوف الوضع بس اهم شيء شنو انزل فيديوهات اللي تبون جلتشات ذا ديفيجن هذا شيء واحد مطلوب من الكل الكل يبي ما حد ما يبي جلتشات والشيء الثاني معلومات عن ديستني هذه راح انزلها اكيد وابي شيء الثالث يعني يساعدني شوي حق يكون عندي محتوى في القناة والشيء الأخير هل تبون بث مباشر بجودة قليلة لو ما تبون يعني مرة جودة سيئة 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 إذا تبون نجربكم مرة بث مباشر يكون إياه كيف أعطوني رأيكم من تحت وراح أعطيكم خبر فتقريبا كيف وصلنا هذا الفيديو أتمنى عجبكم وسفتم منه فلا تنسوا اللايك والسبسكرايب نشوفكم على خير فيديو جاي السلام عليكم